محمد الخميسي على EFM أحلى غدو. يا فيهم أحلى راديو، أهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يصل لكم صوت يا فيهم. قل لكم إن شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم أسعد الأيام. بداية أسبوع موافقة لنا جميعا، نهار الاثنين، الله يعيننا على نهار الاثنين والبدايات به. هيا يا سيدي، اليوم الاثنين 22 أفريل 2024، حلقة نرجع فيها على انتصار التراجي ضد سان داونز. مدرب سان داونز وتصريحه يقول هيمن على التراجي بالطول والعرض، وما نتفكرش فما فريق لعب بالشكل هذايا ضد الترجي الرياضي التونسي. مباراة العودة مش باش تكون سهلة على الفريقين، يقول ميغيل كوردوزو مدرب الترجي. نرجعوا للمباراة هذايا بأكثر ديتاي، نحكيوا سياسة سمير ديرلو يعمل مقارنة بين ما يحدث في تونس وما حدث في فرنسا، يقول اللي ضرب ساركوزي خذاختية في المقابل في تونس عقوبات سجنية وغيره، زيارة تبون إلى تونس وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وكل المعطيات الجديد في هذايا نحكيوها بأكثر ديتاي مع الفريق والمجموعة اللي باش نتعرفوا عليهم توتسويت. البداية بالكابيتانو خالد علي لوتشانو التويتي. خلود مرحبا. مرحبا محمد، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي ومستمعات اي اف ام. محمد حب نقول مبروك للترجي. ايوا برافو كاردوزو، واللي قلتو لك محمد برافو كاردوزو. اي برافو كاردوزو، خاطر عرف يتعامل مع المباراه، خاطر ثقافته الكرويه مشيت مع المباراه هذه محمد. ايوا نهار الجمعه قلت مدرب مش ذكي، اليوم قلت كيف يتعاملوا مع المباراه. يتعاملوا مع المباراه محمد. علاش محمد يجي يقول لك هو؟ على خاطر يلعب ترو ديفونسيف. اليوم انت شفت سان داونز، انا قبل ما يتلعب بالماتش حكيت لك محمد، قلت لك رام عندهم الديفونس برنابل، قلت لك الكوتي غوش ضعيفه نتاعهم، قلت لك الارير دروا يطلع. خلود من بعد نرجعوا له الماتش، بعد نحكيوا على الماتش، لكن نحب نسالك على حاجه. انت كنت حديث توينسا راك في الويكاند، ولا خلينا نسلموا على المجموعه ونرجع لك خالد باش نقول لك علاش كنت حديث توينسا، وهل سنت قائمه من القائمات المترشحه لرئاسه الجامعه؟ بعد شوي جاوبنا خالد علي تويتي. مانيش بعد في الالوان، مانيش بعد في نبره الصوت والحضور. من خالد الى ثريا العمري. ثريا مرحبا. اهلا وسهلا محمد عسليم، الناس الكل الساده المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله نعدي وقايد حلو يا ربي. انا بديت هاني بالكادوات والرشاوي، والله اعلم علاش. شنو هذا؟ ها والشوكولاته والدنيا والشاي من عند جاري. حسدي جاري يا جاري يا حته سكرة. علاش ما نمشي نحن؟ علاش كعبه حلوه ما تونس الدوري الكتاب؟ قسمتها انت وثوري. اعطيتها بطرف. قسمتها ما ثوري. فضحتني يا اخي، شبيها ثوري يعني. علاش نحن مره وشي مثلا تستحق الشوكولاته؟ ما تجيش الكعبه. اي كعبه. خالد مش خوك وصديقك؟ هو الحقيقه يا اخي، وعندي كعبك وبحذايا كعب. هو تعرف علاش؟ على خاطر انا سمعت الحس، ممكن يحل فيها بشويه. ما حبش ما حبش الحقيقه، راني انا فقت حشم. بالضبط انا شايح. كنت في مال تونس الدولي الكتاب، عملت زياره. اي زياره فجائيه حسنين، مش مالنا فجائيه. انا اخي رئيس، انا فجائيه ولي عون امن. اي ما علمتش معني حسنين. سامحني محمد، سمعت اقبال كبير برشا حسن. والله هات نقول لك انا مشيت زياده. هو خالد صحيح، ما بلغك انما هو صحيح اليوم السبت والخصوص والاحد. صحيح يوم الجمعة أيضا شوي. تونا أحكي لك، تونا أحكي وبالقدر ما نحضر لك مجموعة لقطات ممتاز أو مشاهد يعني. وقدش قاعد الرئيس مثلا. أيوة، وجولة الرئيس ومشكون قابل الرئيس وكذا، وقدش دار نشر مشاركة يعني عربية وغير عربية، خارق العادة، وتونسية وغير تونسية. أيوة، والأمور هذه معطيات يعني أساسية تونا نقولها ربما تفيد الناس. والله جاني سؤال في الويكاند حسنين على معرض الكتاب، قالوا لي حتى وجهوا الحسنين كيفاش نختار الكتاب اللي نقراه. الناس اللي تحب تبدا اول خطواتها في القرايه يقول لك كيفاش، اجابه في عنوانها المطلق يقول لك الكتاب يعيط لك هو، لكن انت تنجم توجه العباد حسنين. انت شنو يحير فيك؟ انت شنو شغلك مثلا؟ تحب تقرا كتاب على الطيور والعصافير؟ حقا فما موجود. تحب تقرا كتاب مثلا يعني على الحشاشين؟ ايوه هكا الحشاشين، قيامه الحشاشين. تمشي تلقى الكتب يعني سيد هادي تيمون، تلقى محيراتك الفلسفة الغربية، فجي تفلسفك أولاد الحرام هذوك. أيوة، يمشي يقرأ فما كتب يعني. واحد تحب أنت شغوف يعني بالخرافات والقصص والروايات موجود، فما مختلف تختار يعني. بتبيع ما أنت كما كاي فرخ صغير يظل يتدبب في البداية يعني، إذا بتريب بتريب يتدبب يتدبب يدب على يتدبب على الجاه.
تحب تسلم على المستمعين؟ تحب تسلم على المستمعين؟ ليش نوصفوا نوفلوا نافوا من الدب ومن الدبب والامور هذه ولا دب يددش سلم على المستمعين توا اربع دراج المستمعين خليهم يسمعوا فيها توا. والله كل يوم وليد نقول لك سلم على المستمعين ماك يا من اخلاقك الطيبه ماني قلت لك مليون مره راهو سيادتك عندك القياده واللي عنده القياده السلام على المستمعين موش فرض عين. ايوه كيف هو فرض كفايه كي تعمل انت سلام بحال وشيخ اما في كل لحظه واحد يتنطرك من جماعتنا نحن يضل والسيد المستمعين والسيدات المستمعات اللهم صل على النبي عليكم والله نحبكم برشا اسمان يحط لنا جام من اللوطه وجام من فوق تقلق مثلا كان جيت انت مستمع في الكهرباء وتسمع الفريق كل دقيقتين يسلم عليك واحد تقلق تقلق انا بالنسبه لي السقوطيه اراها متجليه نقول هذا برنامج ما نسمعش بس أنا برامج اللي تتملق بطريقة معيبة تعرفش معنى الطريقة المعيبة كل المتسولين اللي عندهم حشاك إعاقة في يدهم وليدهم مفتورة ويجي يوريك يده يقولك بربي يعني حوجة لله نحن كل يسلموا برجة هذيك حوجة لله تولي نفاق أحسنه في النفاق مو مرض النفاق وش يقولك وعلى المريض فلا حرج ايوه شفت هنا نسلم الحقيقه برافو عليك هنا نسلم خاطر سورتو سليمينا يلزموا يوصلوا انت غنت التسليم التسليم شوف قالك سوري مشيتش لمعرض الكتاب والله الحقيقه ما مشيتش ما لقيتش وقت التو لا نزلت وسط الجمعه ان شاء الله فما نوع تاع كتب تحب تقرا حاجه اللي يبداو مكتوبين بالدرجه تنقراه بالدرجه تفشت في الطفله الواه علاش لا لا يا خويا ما نفهمش انا راني يا بالالمون انا نقرا المون فرنسي الحقيقه زاد ما نفهمش وبالعربي الفصحى ما نفهمش بالحق والله ما تقراش عربي بالكدي ما نقراش عربي بالكدي انا قريت حتى سيزيام اني كملت في المانيا اي للبريمير قريت سيزيام اني ومن بعد مشيت لالمان بعد كملت في المانيا تسمع دوكي نقرا انا ما نفهمش هذيك علاش نحبوا بالدرجة بالدرجة نعم كي نقرا بالدرجة كيما الكتاب اللي بحذاك تو بعد جيوه هذاك اللي انا باهي هذاك تاخذوا اليوم بعد الحلقة بإذن الله باهي خالد نرجع لك هاي نحكيو على الموضوع هذايا نحكيو شفناك في الويكان في تصويرة مع السيد زياد المساني وعدد من الحضور وبرشا ناس حكيت انه خالد التويتي يساند قائمة السيد زياد المساني انا ما نعلمش علمت كيما الناس الكل بالتصوير فتأكد ولا تم في الخبر انا كلمني زياد باش يجيو جماعة ليكيب ناسيونال مشيت معهم وتصورت مع الاولاد ونحب جواريت وما عندك شي خلي شختها محمد شوف كي تصوروا شوف نعطيك حاجه تصوروا بمريول الفريق القومي بيه. انا ما خلطتش شكون عطاني مريول توفيق ليش خويا وصاحبي معناها كنت انا وياه كلها بالبون خلطوا على بعضكم فرد بريول يا اخي بهيش ما توفيق ليش لعبت معاه برش عطاني المريول محمد انت تعرفني هنا ساند قايم زياد المساني مانيش مساند انا مشيت على خاطر زياد اما انا انساند اللي باش ينفع الكوره نتاع تونس محمد بيه. اليوم محمد أنا في الكورة كي نتكلم يا محمد مشيت حبيت نعرف حاجات برشا نقايس حبيت نتكلم عليهم محمد مثلا انتو كي تشوف الفريق القومي ما عندوش سونتر تاع ريدوكاسيون الفريق القومي ما عندوش اوتيل محمد انا كي قلت تبدل الكورة تبدل الكورة انا من عطيتك روبير قلت لك جورج بولوني وقت اللي فرنسا ما مشاتش كيفاش جاوا ناس عاودوا بدلوا دبلومات تشوفوا فرنسا وين اليوم محمد راهو في كل شيء اهل الاختصاص اليوم حتى مثلا انا ريت اللي تصورت معاهم واللي جاوا ايش بيه هما جاوا تصوروا مع جياد غدوه كي باش ينفعوك علاش ما تعيط لهم سي جليل ولا اللي باش يترجم اي واضح فقط حبينا نعرفوا على خاطر شفنا في القائمه تاع سيد زياد المساني مثلا موجود خالد بدره فوزي رويسي خالد هذوكم في القائمه في القائمه اي في القائمه امانه مشيت بون شد زياد يشد اللي يجي نفرح له اللي باش يخدم الكره التونسي ممتاز غير هذي ما عندك حتى نقطه ممتاز خالد به شكرا لك خلود حسنين معرض الكتاب مشيت انا نهار السبت وشفت اقبال شفت. بسم الله ما شاء الله اقبال قياسي شفتك في بعض الصور في ايوه قابلت وتعديت حتى لدار نحن للنشر وكنت موجود وكان اقبال قياسي بصراحه معناها تفاجات قلت ما شاء الله هاو الشعب التونسي يقبل على الكتاب ولكن في المقابل كي تسمع ارقام اخرى يقول لك ما فميش ما هيش تشري العباد جوست الدور وتخرج هو حالتك نبدو من حالتك من تو تفر الكلمه نتاعي ما عندي هي اي هذه كلمتك تو هي تفضل نحن العدو ان شاء الله يعني من الاسبوع ذايا وان شاء الله مبارك على الجميع صحيح هاك نسلم عليهم في الاثناء ايوه على الجميع اللي يسمعوا فينا وعلى البلاد وان شاء الله يعني يعطينا دفق وخاصه الساحه السياسيه تغلي ويعني كذا المفيد ان شاء الله يعني ما انا قلت لك على السياره وقداش قعد لك السياره معناها انا مشيت اليوم الاثنين انا مانيش باش نمشي الويكاند لانه كذا اللي مكتظ برشا يا خويا هو الكتب متاهك تدخل اليوم اول مره مشيت من نهار الجمعه اليوم اول مره اوكي اليوم نهار الاثنين في الوقيت هذا لقيته فارغ تقريبا يوجه ايوه ما فيش برشا ناس يعني طريف
وهذا لا يسعدني انه ما تلقاش فيه برشا ناس وكذا. قعدت تحدثت انا ومختلف المتواجدين هناك من الناشرين ومن اصحاب التنظيم وقالوا لي يعني راهو السيد الرئيس جاء نهار الجمعه، فما ناس شكوا لانه نهار الجمعه جاء السيد الرئيس العشرة تاع الصباح وقعد يدور في المعرض يعني كذا ست سوايع ونص، الاربع ونص بتاع العشية، ست سوايع ونص رئيس دولة. احنا ما فهمتوش هذا قيس كيفاش يوزع اوقاته، هو في مره يضرب 12 كيلومتر، مره يقول ست سوايع، مره ست سوايع ونص يدور في المعرض قسما بالله. اما كانوا الناشرين موجودين يعني في المعرض، لكن يعني في ناس اخرين منظمين رحلات للمعرض، ولكن يعني كي الرئيس يعني في المعرض وهم جايين من داخل البلاد ما نجموش يدخلوا. ايوه فهمتني. وهذا تنظيم الرحلات هذه حاجه خارقه للعاده في المعرض، انه فما جهات وخاصه المدارس الخاصه، يا مدارس عموميه يا سمعون يا مدارس، نحن ميسين منكم، انما في المدارس الخاصه يبدو لي قالوا لي جي تقريبا 200 مدرسه اي نظموا رحلات نظموا رحلات يعني مالها المعرض، وهذا حاجه خارقه للعاده. ممتاز، نريد ان نثمنها ونشجع عليها، ويعني يلزم هالايامات هذه الكل يعني المعرض تتوافد عليه مثل هذه الوفود من كل الجهات ويعملوا أسواق. والمعرض دائما يعني سيد الرئيس يعرف جيد، وحدثنا أنه من اللي كان في قصر المؤتمرات صحيح، قبل قال لنا كان في شارع كرتان، يعرف هذا الشيء كل على المعرض، وهو يحب يحافظ عليه، يعمل له مؤسسة يا أخي، يعمل له هيئة يعني مستقلة تشرف عليه بالانتخاب واللي باللي يحب وبالعمال واللي بالعقلي. أيوة فهمتني، يعملوا حاجة يعني مستقرة لها التظاهرات هذه التونسية اللي أصبحت يعني عندها الدوام كما مسرح كرتاج كما درشنية، يعملوا لهم مؤسسات تخدم دائرة العام على دائرة العام خاصة بهم. بن علي بربي قديش كان يقعد في زيارته المعرض حسين؟ مش والله يقعد نص ساعة حاجة كما هكا ساعة. بن علي علاقته بالكتاب علاقة باحترام متبات، الكتاب يحترم بن علي وبن علي يحترم الكتاب، مش بعض قدرين كيف هنا بالضبط. أيوة باه المرزوقي وعلاقته بالكتاب باهي هاو كاتب، قديش كان يقعد كتب الكتب اللي يكتبه المرزوقي أكثر من اللي يقراه أكثر هامر، هو كان يقرا الكتب نتاعو تو يثقف تو يولي مثقف، يقعد يضرب يجي 150 كتاب يا اخي. والكتاب ساعات والله العظيم شريت مره كتاب من كتبه وكان جيت والله نجيبه لك كحجه. هذا معجم معناها المصطلحات الطبيه. باهي. شريته وقت اللي بن علي متعارك هو المرزوق متعارك هو بن علي، في شريته من ربا فيك. ايوه. اي من ربا فيك من 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 هذيك واحده بين زرقون بحر زرقون. ناجي انجلتر. سيدي والله كتاب ورحمه بابا يوزن يجي 3 كيلو ونص. 3 كيلو ونص؟ لا نقول لك خلينا نكذب عليك. مصطلحات نتاع جماعته، هو كان استاذ في طب الاعصاب، كلفك اللي معاه الفريق يحب يعملوا دكتوراه كلفهم باش يخدموا له الخدمه هذه، جمع يعني 3 كيلو ونص. شرف يكتب قاش شريته هنا؟ قسما بالله بدينار. ملا. والله العظيم. دينار شتعمل انت متعدي من غادي بالزهر ولا ايه طول الليل ما نمشي منفلي في الربا فيك نتاع الكتب على الاخر كرافاتيت على الكتبات عملت الكرافات نتاعك الحمد لله. ايوه اسمعني دوب دخلت نادي ندخل من دار النشرين، ماني خدمت في وزاره الثقافه 10 سنين ويعرفوني الجماعه كله، كي ندخل ما يوقفونيش ما يقولوليش هات ورق، ندخل من تاني. اليوم زادت دخلت هكاك ديما. ايوه عرض لي واحد يعني معناها من اللي يوقفوا مش على السيارات وحط نلقى بلاصه بالضبط قدام البيت يعني عليك روعه، ولا مدير المعرض في حد ذاته مدير كملت انا قعدت يجي عشت معناها تقريبا يجي ساعه غير ربوع باه كي خارج مشيت له عطيت الدينار. ايوه قال لي مستحيل. قلت له مستحيل، قال لي يا اخي نخدم هنا انا تبع المعرض وما نخش ماهيش هذا باركينج ومش موقف سيارات. ممتاز. انا قعدت مندهش مذهول، أول مرة في تونس يعوضني واحد ما يقبلش الدينار. رفض الدينار على خاطر رفض الدينار ودينار مع دينار مع دينار، تعرفش معناها اللي غادي يشدوا بالزلاطات كانوا بالزلال يصور يوميا 2000 دينار يا رسول الله. بالك هو فرح بك رفض دينار، هما أقل تعريفة من 2000 فما أكثر، يا كي عطاه حسنين دينار. دينار قعدت ما أقلش من ساعة، أقل من ساعة. تفضل قالوا برا تفضل. والله العظيم دينار حسنين وجاء دينار 2024 دينار. اشتق لي دينار ام احسن دينار كيما الاسوان من بلدي 2000 فما اكثر. لا 2000 ولا تلعب لا 2000 لحد شيء وبارك الله فيك. مالنا تكلف لي يا ودي هذا بربي وزاره اداره المعرض الانسان هذاك اللي قاعد يشرف على الموضوع هذا او يعمل في الموضوع هذا راهو يستحق التكريم لاخلاقه النادره. ممتاز فهمتني. هذا اول انطباع كون هي الانطباع كي انطباع يا اخي ما نسال فما برشا دول ريت برشا دول هو يعني 48 دار نشر تونسيه
معناها مش دور النشر الكل، احنا عارفين عندنا في تونس اكثر من 48 باسمك تعرف ما نقولوا ثلاث دول 150 نحن تقريبا لانتيار يعني معناها مشاركين ويعني 48 دار نشر عربيه بين اجنبيه بين 8 عربيات و40 يعني ماهوش عربيات أوكي. فما سفارات وفما كذا وفما دول وفما وحتى في الدول النشر التونسيه فما وزارات شفت ليبيا شفت ايران شفت برشا دول لي. اي ماهوش يعني راه معرض تونس الدولي الكتاب كان معرض خطير جدا صحيح. والآن حبيبي يلزم قلت لك هذا المعرض يلزم يفكر في مصيره خاطر المعرض هو عنده صبغة ثقافية وصبغة تجارية وصبغة تحيلية وصبغة ينظموه يا أخي نظموا الأمور هذه نبدأ عارفين والله وحبيت نقول لك فما برشا معناها أنشطة في المعرض خارق العادة منهم جهة هذه متاع جهاد مقني يعني عاملة معناها تاريخ تونس بثلاثية الأبعاد يودي توريك أشياء معناها شيء مذهل والله العظيم ممتاز. فما هذه برشا دول اخرى تعتني بالامور التكنولوجيه والاخر ما فما خلينا يكبوا صح والله. وفما معناها الذهاب للمعرض ذاك بعمره ما كان مضى على الوقت ولا نتصوروا مناسبه خارقه للعاده ممتاز خاصه يعني العائلات خلي يهزوا صغارهم ونشوفوا الجميع اللي يسمع فينا امشوا حوس اعملوا دوره اعملوا دور وبدينا الدخله راهي ماشي برشا اي تفضل محمد تستغرب وقت اللي مدارس الخاصه محمد ما تمشيش ما تعملش رحلات مدارس العموميه معناها مدارس العموميه ما تعملش رحلات محمد ما تجيش نغرم ولادنا بالمطالعه صحيح بالكتاب. الحاجه الثانيه اللي يحكي عليها حسن انت تمشي محمد تلقى مكتبه تبيع الكتب حتى منشورين في الشارع عمرك ما تلقى واحد يقرا يسرق كتاب. الحاجه الوحيده اللي ما تسرق لا ما يسرقوش حسن نتعدى قدامنا الزرقون ريت المدرسه اللي تحكي عليها محسن نتاعنا الزرقون المكتبه هذيك نتاع صاحبي الله يرحمه معب يا محمد البرة بالكتب ساعات حد ما يهز ويمشي الكتاب الناس مثقفين ما تسرقش مستحيل عملتها حسنين هزيت مش ما عملتها المفروض سرقت الكتب والقلب بتاع الكتب بين المثقفين واللي يقرأوا يعني حاجة مع الممارسة مشتركة ويقع التباهي بها نحن كنا في بداية المعرض هي تروح ساعات وتهريب راه يتم عن طريق دور النشر في داخل تسرق من تهزم دار النشر هذيك وتحط دار النشر هذيك ومن بعد تحطها في خرجالك الاخر في كرذونه يعني فيه اساليب عديده نحن نحرض على الزياره ممتاز. ونحرض على انه يكون المعرض مؤمن جيدا يعني حتى اذا كان واحد واذا كان واحد شديته عنده كتاب قل له ما يخرج من المعرض الا ما يقراه ممتاز مباشره هذاك عقاب من غذاء الفكر والروح باش نمشيو الى غذاء البطن باش تحكي لنا مشكله اخرى ثوري باش تزن البعد اخر يعني كونستا مباشر عائلي وشخصي وخاص يهم عيد الاضحى توتسويت مع ثوريه العمري. هاي سيدي نورمالمون احنا مازالوا قيد هو نهار 9 جوان والا 10 جوان باش يكون العيد الكبير اللي هو عيد الاضحى المبارك. يا اخي انا امبارح جاني تليفون من عند اختي خليني نحكي الحكايه كيف ما صارت خاطر كي سالت هكا في الانتوراج نتاعي لقيت حتى ما فماش رحبات مازالوا ما حلوش اما في سجنين فما مشيت اختي وشافت ولقات اللي العلوش اللي هي شريته عم ناول يشبه له في نفس الكبر عم ناول شريته ب 850 شو العلوش سردي اللي هو يبدا اللي هو يبدا ابيض وراسه غامق يبدا ما عندوش ليا وما عندوش ليا ايوه هذاك هو مش ولد فمي طلع بقداش السنه عم احسن عم ناول 850 قالت لي اللي شبه له واللي ملالي عيني معناتها كيفو لقاته بمليون و800 ايوه مليون الفوق هذا هو الاسوام وقالت لي فما بزوز ملايين وفما بزوز ملايين و200 واسوام خياليه للعلوش معناتها حاجه من وراء العقل ربي قدر الخير من الايدي بصراحه مشيولي العلوش بالكارت جريز يظهر لي العلوش كي تاخذ علوش كان تاخذ معاه كارت جريز سرق العلوش باش نرجعوا له الموضوع خلينا نرجعوا نحكيوا فيه باش نرجعوا نحكيوا عليه الرحبه في الحالات هذه شنو يصير مع النقص الماشيه في حد ذاتها روس الغنم ناقصه في البلاد نرجعوا له باكثر ديتاي احوال كيس تو سويت مع ايه بالغايب وراجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إي إف إم أحلى غدير.
يا فيما على راديو، مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم حلقة اليوم بحضور الشحرورة ثريا العمري رئيس التحرير السابق، السيد حسنين حسن بن عثمان الكاتب والروائي اللي قاطع معرض الكتاب السنة، السيد خالد علي التويتي. صديقنا مراد الزغيدي يتفاعل معنا حسنين ويقول انه اليوم حضر في المعرض انه القسم من التعليم الثانوي جاءوا في رحلة من التعليم العمومي. ممتاز يعني باش منعمل. شكرا مراد معنا وراي باهي جدا الرأس كير صد أنه فما خاطر أنا كي نقول يعني كأنه يأسين منه التعليم العمومي. التعليم العمومي زري رزق البيرين ما يهمهمش في صغارنا وما يلولوش عليهم قرية يعني مقررات، إنما الخاص المفروض يحرص أكثر. أما كي يدخل العمومي يا مرحبا يا أهلا ممتاز. وسهلا ومرحبا. الله يخليك. نقعد في التفاعل معك سيد حسن بن عثمان. صديقنا حسام الدين الهمامي من مونريال يسلم علينا الفريق الكل وخاصة على عم حسن، وقال لك راهو الحلوة ما مش حلو في اللونتين من مونريال. تو من مونريال يثبت لي في حالة تيارو ويحب يحددها حلوة ولي مرة يا ودي يقول له حلوة بالقلية وكنت عمل رشفة منها تو يغم علي ما جيبليش تهم وخلا مش نقصني. التفاعل مع السيد خالد علي التويتي يقول لك يا سي خالد، صديقنا ذي الاسم راني غازي يقول لك يا سي خالد علي التويتي، قلت الترجي ما قنعتكش كي ربحت النجم ذهابا وايابا وشككت في انتصارنا على حساب النادي الافريقي، وقت لي ورقه الترشح امام اساك اللي رديتها ما عمل سكر. ان شاء الله انتصار نهار السبت امام منتخب جنوب افريقيا اقنعك واقنعك كاردوزو وتكتيكو. انا ايش قلت لك محمد قبل ما تخن فما حاجه محمد العبيد اللي ما تعرفهاش. انا راني محمد عندي حاجه، عندي صريح كي تبدا محليها ليكيب ولا لعبت نهار السبت تثبت محمد كي قلت كسبيرونس نجم تربع محمد ما جيت سكرت قلت سبيرونس باش تاكل ثلاثه وباش تاكل اربعه حتى لتوا محمد بي. نحكي لك على الكوره ريت سبيرونس ميميش ديما كنقول لك الجارديا ريت الكوره اللي جبدها ميميش هذيك محمد تصور هذيك تماركيت باش تمشي لسبيرونس باش تتعب غاديك على خاطر 2023 عملت 0-0 سان داوز مع الوداد صحيح في المغرب في المغرب كي مشات في سان داوز عملت معها 2-2 صحيح. اليوم لسبيرونس كي تعمل انا 2-1 تتعدى الترج صحيح. يعني فما ساسي علاش نقول انا كي نبدا نحكي نقول لك راهو جارديان يدخلك في كومبيتيسيون يخرجك من كومبيتيسيون بالضبط. حكيت على حكايه لسبيرونس لسبيرونس خاطر كل ماتش والبلان دو جو نتاعو البلان دو جو نتاع كاردوزو يعني يتماشى معاه في البارتي هذا عارف يسكر عارف منين يسكر. وانت فما حاجه محمد ريت موكينيا ناقص راه موكينيا هاك يلعب في ليكيب ناسيونال يلعب بيفو هذاك هو البيس ميتريس نتاع ليكيب تاع ليكيب الكل تتك عليه محمد. انا كي قلت ناس تلعب بالكونسيرفاسيون نهار قبل الماتش ريتهم في الكونسيرفاسيون محمد. تم بعد نرجع خالد نحكيو على حتى على حظوظ الترجي في ماتش الروتور خاطر من تو بدينا نحكيو على ماتش الروتور خطوه اوكي للتور اللي بعده لكن نحكيو لليوم مازال حتى شيء ما تحسمه هذا اللي قالوه حتى جوار الترجي من التونيل ملي داخلين بعد الماتش. معز بن شريفي يقول مازال ما تعمل حتى شيء. نرجع لك باكثر ديتاي خلود من بعد لكن خلينا في موضوع العليل بربي فكرنا بنوع العلوث ثري سردي ايوه قداش سوم كان 850 اختك لقاتو المره هذه قاتو بمليون و800 مع العلم انه بكري برشا على الرحابي مازال بكري على الرحابي يعني قلت لك مش برشا بلايص هما حاليا ما في سجنينها وموجود ومشات وشافت دونك هذوك هما السوام زوز ملايين مليون ونص مليون و800 علوشي من العين نتاع عائله برشا. احنا هنيش نعملوا تاع معناتها احنا الشعب التونسي تو شنو نعملوا؟ انا هنا نحب نواجه رساله للمفتي يعطينا حل يا خويا تو احنا مش نقدروا على علوش بزوز ملايين ولا مليون ونص ولا شنو نعملوا معناتها؟ انا ظهري ما نجمش نفتي ما نجم نقول حتى شيء صحيح. اما هاني رساله للمفتي المفتي هو يخرج يعني. هو يعطينا ميساج للناس الكل للشعب التونسي كيما في العيد وفي رمضان والهلال. انت من اي الجانب من التونس اللي يقدر ولا اللي تحب حل؟ والله هو الحقيقه تو زوز ملايين ولا ضربه به هي معناتها تقدر نقدر تقدر زوز ملايين معناتها انت تخمم علينا نحن تو نخمم على الشعب الكل ربي يفضلك الموتور كل ليه معناتها نكتبش الموتور الموتور بقد ايه الموتور بيجو هذاك الواحد هكاك في الزونه هذيك يمشي بالموتور باللاسيرونس ولا يعلوش باللاسيرونس ايوه حسني رايك في الموضوع يقدر هذا رايك في الموضوع ومن هذا نقطه ضيعت انا في حديثي عن معرض الكتاب معرض الكتاب يعني ربطا بالعيد والعلوش ربطا بكل شيء مع بعض ايوه المعرض هذا يعني علاش يعاني لانه جاء مباشره بعد العيد وبعد سيدي رمضان والعيد وسيدي رمضان هت كل تونس صحيح راه تونس مهتكين بكثره الاعياد صحيح وجاي يعني معناتها ونحن انا مازال العيد هذا نتاع الكبير مازال له يعني شهرين عيد الاضحى هذه ونحن ضيعنا معناه وشدينا كان المشوى
أي. كان الحيمه في الواحد وساعات ياخذها يعملها كميه لحمه العيد على اللوج نتاع لطيف مال شنيا فهمتني بحيث ونحن نعرفوا السنه انا ما ثري انا تفضل السيد المفتي يفتينا يعطينا رايه في الموضوع هذا يعطينا رايه في الموضوع على اللوج بزوز ملايين 1800 تقدر عليه حسنين ولا نشوفه كفر واحد يشري على اللوج بل فيه بزوز ملايين وهو مش عارف علاش يشري فيه لانه مساله اجتماعيه اي أيوة ولات عادي انا بالنسبه لي هذا كفر العيد سنه مش سنه كفر مؤكدة كفر برحمه ربي ونعمته صحيح يا اخي مش معقول قلت لك نحن نعانوا مخنوقين يعني هذه كان عندها مشكله مع لوحه تصور يعني في القده وعم تشري هي بالزردي وبلاشليه والليه والسردي واللي اسمه هو عندي خشاش صغار عم حسن انا توا عندك شخش انا كيما التوانسه الكل انا ياكلوا لي وجهي ولادي يحبوا على الوجه نعمل لهم انا نسينا الجانب الديني نسينا الحقيقه نقول لك صراحه الجانب الديني في الموضوع عندي خشاش صغار هذا عندي خشاش صغار انا هما ياكلوا ثم ما هو العلوش السعوديه بالله سايبين خلي تكمل فكرتها عندها فكرتها خلي تكمل فكرتي انا كي نلقى جيراني خذوا عليه لش وانا مازلت ما دخلتش على اللوش النهار يشوم وطبليز ونزلنا نشريو على اللوش ليه مازالت التو الفكره قداش من ليه هي الجيران كيكه الجيران يضل يعسوا على بعضهم يبدا يبدا انت ما تبديش من بعد ليه فما غيري يبدا عم حسن راهو داري العليل شو يحبوا عليه يا ثريا راهو العيد وفما كبار هي يجي يحبوا عليه يا ثريا العيد سنه ماهيش مؤكده اللي نجم يشري واللي ما ينجمش شويه الموضوع واللي نجم ما ينجمش ما يشريش يا اخي كي ما عندكش وما تشريش عيب مش عيب مش عيب صغاري مش حرام يشري لولادي العلوش النقاش شويه قبل ما نعمق النقاش خلينا في السطحيات ثريا صديقنا يقول لك تقبل تعمل كولابوراسيون مع رحبه مثلا باش تخرج العلوش تاخذ علوش نقبل ما نقبلش بيان سور زوز ملي لقيتهم انا كولابوراسيون مع رحبه بيان سور انا راه ما نتشبعش انا انسانه جو سوي ديريكت ونعطيكم الرسمي والصحيح كيف ما فلاح يتفضل غدوه نمشي نصور له الرحبه ناخو علوشي وبارك الله فيك ممتاز اخت سبينة لا احنا نخص بيك شوية يعني في حال المسلمين حاليا ايوة طيب جاه ربي مش في السعودية يتجمع المسلمين يعني بالمناسبة الكريمة ويعملوا الاضحى ويعملوا الحج صحيح ومش يتذبح ملايين الملايين الروس بتاع الاغنياء ويتبرعوا بها يتبرعوا يتبرعون نحن ياخذونا حسابنا في بعض الاطنان كيفاش نستناو اللي يذكر ايه نستناو شنو الموضوع يا اخي شنو تقبل انت يجيبوا لك علوش في السعوديه في المواصلات الحديثه ويذبحوا من هنا وانت تسخوهوني ولا تاكلوهوني يعني في يعني لو كان في تضامن وتآزر بين المسلمين أيوة. هذا ما سيحدث لكن فما مشكله رأس الغنم في تونس عندنا شح في وهذا فضلا على انه نحن نمر بسنه يعني عصيبه مش كبيسه مكبوسه جدا على مستوى يعني ونحن ضيعنا يعني اهدرنا الثروه الحيوانيه نتاعنا اهدارا نتاع انسان يعمل العدو ما لا يفعله ايه ولذلك نحن وعندنا تجارب على المفتي شنو يعمل هوني يفتي هاوكي ياخذ فلوس باش يفتينا بالله خلي نسال ثريا ثريا بصفه اللي علوش بزوز ملايين بالله سامحني ثريا انت تخرج الكتف اليمين كامل والله نخرج ها والله نخرج كامل زيد رغم الله والله هو حاجه اخرى نسال محمد على الاسعار فما حاجه محمد عايش خويا فما عباد ما يخرجوش يشري بزوز ملايين ونص اما فما حاجه يا محمد لهنا كان تحكي في حكايه ثريا ولدي ما يحبش وولدي دراشنيه ثريا هذيك اللي تخلي ولادنا مش على خاطر ولدي يلزمني نتدين ونشري خاطر هذيك تدخل في الربايه اليوم انت شوف في المكاتب ولي تلقاه يقرا في البريمير سبادري ب 600000 وب 700 اليوم نعلم اولادنا يلزم يتعايشوا مع الظروف اللي نحن نعيشوا فيها صغار صغار ما يفهموش انا صغار هاكا الاشكاليه ما نبيع ذاتي ونشري علوش كيما تونس الكل ربي نحن هو جانا اجابه دينيه مش باش نقول المصدر اجابه بالشرع ومصدر محمود علي الجديه وكل يقول مش شرط علوش تنجم تضحي بمعزه ولا بنعشه كيف أيوة. فرنسو مش بعض ملهوش أقل. ما خرجش ملهوش عم حسن قالت قبل توا قال ميساج خلي تصدقوا علينا يبعثوا لنا ما نحبش نحبوا يبعبع انا نحب التبعبيع ونحب يبعبع ونحب القرد هو يظل يبعبع والجو يبعبع جاوبي فيه ونحب نبخر ونحب الدم ونحب نذبح والجو ذاك قالت لك كان فما فلاح نعمل كولابوراسيون وناخذ علوش بلاش كان يعطيها زوز علاش تقبل علوش كولابوراسيون من عند ثريا انا ما نمشي انا وياك ربي يدخلني النار انا نخاف من النار ما نعملش الاعمال هذه ما نعملش اقسم بالله فلوس حليل ربي اسمعني يا حما معاك تو الان يعني فما ناس سمعت اصوات يعني تنادي الان وزاره التجاره والجهات الرسميه التونسيه قلت لهم من تو ابداوا استوردونا طرف على ليش
ونحن يعني في بداية الثورة اللعينة هذه التعيسة كي وجوه أصحابها اللي شدها الثيران أولئك جابوا لنا نوع من الخرفاني من بولونيا والإندريشنية أوكرانيا تحسي من بلايس يعني وفما خرفان من أسقط ماريت الفيران خير منه ملها ليش يجيبوهم اللي جابوهم لو رحمة بابا ريت نوع في تونس في 2011 و2012 وجهه الفيران يعني الفيران مش الفيران الجراب أخير منه يا لطيف فالفضل جربوه على كل نوع ذاك يا لطيف ولذا يعني معناها يزم يحسم سياسي أمره في هذا الموضوع يعني كان حاب يجيب يجيب واللي يعمل لك محسن الاثنين الله يرحمه ينعمه ملك المغرب الشقيق شقيق لينا المركز الموقد وذلك أمير المسلمين أمير المؤمنين المؤمنين والمسلمين فما تيه المقاطعة هذوكم أمير هذوكم هذه مياك الجماعة تسميهم مسلمين مؤمنين ايش تحب هذوكم مرة قال لهم ما يا سيدي في المغرب الشقيق ثلاث سنين ما فماشي ما فماشي مقاطعة قال لهم يعني ربك سبحانه كما قال برقيبة الشعب في تونس افطروا لي قال تقوى على عمالكم هذا قال لهم يعني بطلوا الضحية الملكة حسنين بطلوا الضحية باش يعني ننمو الثروة هذا ما قالش به ربي الهدر اللي يتم للثروة الحيوانية وكذا كذا في نهارك هو كذا يحدوا النمو قلت برشا عياد والله التفاعل القياسي اليوم مع الكلام اللي قاعد يتقال في الحلقة بعثوا لك تفاعلوا معاه قالوا لك يا سي حسن روا عندنا زوز عياد كهو هذا من الشبهين عندهم زعيد عيد صغير وعيد كبير يا ودي يقول نحي دوب تنحي رجلك من العيد اللي فيها تلقى روحك في عيد اخو هاو تلحى العيد الواحد تلقى عيد الشهداء هاو مشينا من الشهداء تلقى الاضحيه هاو مشينا من الاضحيه تلقى عيد المواطنين مشيت للمواطنين ومشيت تلقى الحياة بالعيد عم تسني تمشي مع عيد المراه تلقى عيد الذكر تمشي مع عيد الذكر تلقى عيد ان شاء الله ايامنا يا رب كلها عيد وياسر يا اخي ياسر ما تستحقوش انتم عياد ياسر فيكم شكون بالنسبه لي كان جيت مفتي تنحينا حسن زوج عياد إيه مره عام بعام اي نخرجوا من الرهبه ونخرجوا من العياد بدنا نمشيو نحكيو على المجلس فيديو دار في نهايه الاسبوع برشا على المجلس وين فما نايب تليفون والميكرو نتاعو محلول ويوسف الصديق ولا يوسف الشخص اللي يكلم فيه هو وين اسمه شنو قال باش ناخذ تعليقكم بصراحه نحوس كيما حاوس وين تحب انت نقعد وين تحب حر هذا نتاعي المجلس ايوه برا السيدة فوزية الناوي اي هاني نحوس وين نحب انا نتاعي المجلس ندور وين نحب هذا هي الفيديو اللي خرج واللي كان حديث تونس في نهايه الاسبوع ثريا اول تعليق كي تسمع الفيديو هذا وهاني ندور وين نحب نتاعي المجلس نعمل شنو نحب والله نصوروا سبونتاني راجلي سبونتاني مقبول نورمال عاد شبيره ويحكي معاه شكون قال له نورمال المجلس عباره داري تلمو هما الوقت اللي يعديوه في المجلس اكثر من ديارهم راه دونك هاو شيها وجيها عادي معناتها باه خالد مقبول نوعا من لا مش مقبول هذاك اسمه مجلس الشعب ولا ايوه هي مش متاع مش مجلس الشعب مش مجلس الشعب. مجلس النواب مجلس النواب مش الاقاليم هذا في مجلس الاقاليم الجهات والاقاليم اي في الاقليم في الاقليم اي تبع الشعب اي تبع الشعب معني شكون ينتخبهم اي مش تبع بالضبط الشعب امشي مش برا كمل انت سحسن لا كمل مقبول ولا مش مقبول انا ريت مش مقبول مش مقبول مش مقبول تاعي نعمل اللي نحبه كل ما تاعي نعمل اللي نحب ما نقبلهاش ما نقبلهاش ايوا سي احسن انا ما سمعتهاش بيدي نعاودها لك تيقول هالي لا خنعاودها بلا قول هالي بصوت والله بصوت كي خليني من صوت قال المجلس نتاعي وندور فيه ونعمل اللي نحب تاعه وان شاء الله باش رد بالك سايسن على المجلس غادي ما دام نتاعك على رزقك حافظ على رزقك باه فهمتني هذا اولا نحب بالله نحب نهني ثانيه خاصه وحاره السيد عماد الدربالي اي اللي انتخب على راس هذا المجلس نتاع الاقليم والجهات ايوه انا بحثت عليه شويه السيد الدربالي هو من جلمه ايوه من ولايه ليموزيت وكان يعني في الليسي قري استاذ فيزياء ورجل يعني يبدو على خلق كريم ومعنى مشكور في جهته كذا كذا وباهي كمان هاكا الجهات الكل موجوده سيدي بوزيت مثلا السيد عماد الدربالي مره نعطيها لسيدي بوسعيد البلاد مره سيدي بوزيد مره سيدي التجاني يعني علاش لا نحبوها هكا نحب نقول لك شوف احيانا اللغه أيه؟ اللغه عندها سحرها تو رئيس نحن مجلس الجهات هذي والاقاليم سيد عماد الدربال أيه؟ ورئيسنا في نتاع مجلس النواب شاسم ابراهيم بودربال والدربالي وان شاء الله يعني امورنا تظل يعني مراقله بالقدام ما بين الدربالي وبودربالة يكونوا متوافقين هما أيوة؟ ويلقوا حلول سريعا ويزينا من المناكفات والانحطاط والاوباش اي بربي يخدموا وراي دير
ما نحبوش راكم المجالس الاخرى وخاصه المجلس النواب الاخر نتاع هذاك اللي فيه شو اسمه المخلوف مجلس النواب 2019 اللي فيه المخلوف بربك نوع هذاك ما تذكروناش فيه اخدموا على رواحكم ساكتين اخدموا على رواحكم وزينا باستعراضات ملحطه وقلة احياء وتطيح اخضر واضح ممتاز اي نقعدوا في السياسه ونحن حلينا صفحه السياسه نحكيوا على السيد سمير ديلو اللي كان حاضر اليوم في برنامج 90 دقيقه سيد سمير ديلو حكى في مقارنه مثلا بنوع التعامل مع رئاسه الجمهوريه يقول في مقارنه انه اللي تعامل مع الرئيس ماكرون وضرب ماكرون شنو صار له في حين في تونس شنو يصير نسمع سيد سمير ديلو شنو قال ثم ناخذ رايكم وقت التهمة الطريفة اللي هي اتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية ويبدو لي نحن البلاد الوحيدة في العالم اللي الواحد فيها ينجم يعيط للقضاء على خاطر حكاية لرئيس الجمهورية في غيابه توا كان في الإعلام قال الرئيس فاشل يتحاكم كما سيلوت في المراحي بستة شهور وكان في محادثة خاصة قال كلام على رئيس الجمهورية يتعدى بأمر موحش فراو بين قوسين هذا الأمر موحش عمره ولا كان جريمة متاع قول رأي الأمر الموحش كما مثلا اللي رمى عظمة لساركوزي مش رمى عظمة هو رمى عظمة لتشارلز تحكم بمئة جنيه استرليني أما اللي ضرب ساركوزي دزو تعرفوها اللقطة الشهيرة تحكم بستة شهور سرسي نحن أمر موحش ناس قالت تدخل الحبس عليش ساركوزي نعتذر انا قلت ماكرون في تقديم الاكستري ساركوزي يقول حسن نشوف هون المفارقه وين بين واحد اعتدي وضرب كريمور رئيس ساركوزي فاخذ 6 شهور سرسي نحن فقط تلقى روحك في الحبس وما الى ذلك من عقوبات ايوه هي هذا كلام يتسمع ممكن نسموه هذا ولكن يتسمع مو كي حين يسمع مثل هذا الكلام عند الأستاذ سمير ديلو أي. اللي معروف نعرفه شكون ولا سمير ديلو كي يتكلم نعرفه بالضبط فش مش يقول يعني هذاك هو درسوا دراسة باللوب فهموا بالقديم باللوب ونعرفوا وش قال يعني في الثورة ونعرفوا كيفاش كان يضحك ويقول وقت اللي كنا نهبطوا معناها منظمات حقوق الإنسان هم يعاركوا في النظام بن علي نقولوا كلمات يعني مش بالضرورة صحيحة فقط نستهتوا ذلك النظام أيوة. نضربه بالصحي وبالخطأ أيوة. إيه معناها هو كلامه داخل في هذا السياق هو داخل في عركة ربي عينه في عركاتهم ما عنديش علاقة في العركات في المقابل ما يهمني إتيان أمر قياس قياس القياس بتاعه فاسد فاسد قياس وخينا عندنا مكرون نحن ما عندناش مكرون يا حبيبي ساركوزي وثم يا سي هذا شو اسمه ديلو ديلو سمير ديلو هذا ديلو 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 هو يعيش في بنزرت ويعرف بنزرت يعني معركة بنزرت والفرنسوس كانوا يعني رجل أمنا الأولى يعني ما بديش يقارن لا يمكن مقارنته وبرشا يعني يتشدقون بمثل هذه المقارنات القانون هذا يحكي لك على الديمقراطية العريقة أنا عريقة نحن كي نحن نتدرج في الديمقراطية جانب العلي الحزب الديمقراطي 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 الدوج ايه ودخلوا الديمقراطي وحتى الغنوشي ولا ديمقراطي يا ودي كبير انا شخصيا قريب نكفر بالديمقراطيه وعنوها وعن عن الديمقراطيه في الدنيا كلها بس اخوان جيك يدخلوا لاي مكان يشوهوه يفسدوه يفرقوه من معانيه فالسؤال هوني في العشر سنين هذه القانون هذا موجود كان راو اتيان فعل موحش ولا اتيان احنا من القانون شدوا 10 سنين شدوا 13 عام اخوان جيه علاش ما غيروش القانون علاش ما تغير شيء ايش ما غيروش القانون ما غيروش لانه كي ظلوا هما يحكموا فما منطق كي ظل فما غيرهم يحكم فما منطق اخر وكي يخوضوا الصراع والخصومه ياخذونه بلا حياه وبلا اخلاق وبكل زيف وبكل اسقطيه هذا هو اللي نفهمه والمقارنه مع فرنسا ما بتزهق شويه ولا يا هادي ما فعد يملى في الفراغ سمير اديله يدينا في الفراغ وفي الاوهام واضح يا حسره كي كنا قبل نقارنوا بفرنسا معناتها ظهر لي بعض القضيه الفلسطينيه ما عادش نحسبوها لها حساب جمله تو كذا نقطه مهمه جدا حب يعبر على رايه في القضاء في تونس في رايه في الناس اللي تحكي على الرئيس كيفاش اوكي اما تقارنها بفرنسا يا حسره قبل القضيه الفلسطينيه كنا نحسبوها تو بعد القضيه الفلسطينيه لا عاد لا فرنسا لا المانيا لا حتى بلدان متقدمه مازلنا احنا نقارنوا روينا والله بالحق والله بنزرتي كيفك يا اخي بنزرتي رايي عنده ياخت يقولوا عنده ياخت هو عنده راي وين عندي راي انا بدي انا المانيا اللي ليها عليها فضل خلت كملت المانيا اللي عليها فضل وتربيت وقريت فيها وقراتني وانا حتى نظرتي ليها تبدلت بعد القضيه الفلسطينيه معناتها لهنا وقت اللي تشوف الناس كيفاش ماتوا وما عطاوهمش حقهم جاي تحكي لي انت على ساركوزي ضربوا بصبات ولا ضربوا بعظمه ولا وخذي 6 شهور حاجه ما تهمنيش يقنوا الناس هذوما يقنوا في القانون كيف ما يحبوا هما واحنا فقنا بهذا الكل في القضيه الفلسطينيه ممتاز ثورين بعد شوي نرجع لك في ترند خالد اي رايك يقول لي حبي يشرع حبنا نضربوا الرئيس والله ليه نحكي كي جي تحكي حكايه هكا محمد يعني ضربوا في فرنسا
معناها كي كي كيف كيف تنجم حتى في تونس تضرب 6 شهور السورسي ستة شهور السورسي معناها في تونس تعطي تريح على الرئيس 6 شهور راك يا حب هذا كلام فما كلام محمد التجييش ما يجيش ما يجيش فما حاجات نقبلوهم سمير ديلو نحبوه انا واحد من الناس نحبهم نعرفه كانسان بالله علاش تحب عليه محسن خليك يا اخي باش تختار له حبايبه تختار لي حبايبي فما عباد نحبهم انا يا اخي مثلا نحبوا محمد اليوم كي يجي يتكلم كي نقول له سامحني جاوب زياده باش احسن وامثال احسن اللي تبناه الموقف هذا علاش تحبوا جاوبهم من فابورتو تعالي شنو الحاجه اللي خلتك تحب سي سمير لا قبل انا فماش تونسي ما حبش النهضه قبل انت مع سمير دي انا نحبهم كنت من اصحابي النهضه قبل ما تصير الامور بعد قبل الثوره قبل الثوره كنا الناس الكل نحبوهم يا حسن خاطر يحب الكلوب زاد لا خاطر الكلوب بيس نورمال والجمعيه اي سي محمد وكنا نحبوهم محمد شكون ما كانش يتعاطف مع النهضه محمد بربي عندكش فكره الراجل غنوش شنو الجمعيه اللي يحب يحب جمعيه في انجلترا ظهر لي ما نعرفش ظهر لي الكلوب خالد زاده ولا ما عندي فكره على ذكر الكلام خير خونا رفيق عبد السلام رفيق عبد السلام وزير الخارجيه السابق دكتور الدكتور ما سالوه مره قال لهم كثر على مره يحكي على ماتش تونس ومصر ومصر قال لهم يعني انا قلبي مع مصر علاش علاش لانه منبت الاخوان المسلمين في الوجود هو مصر لو قال لهم باش ما فتره بن علي وقتها ما يفرحش الشعب التونسي أيوة يرحم والديك بارك الله فيك أيوة. يعني كل شيء ينكد على واحد على الشعب التونسي وعلى دولة الشعب التونسي وعلى رئاسة الشعب التونسي يتبناهم هذا هو الاستراتيجية نتاعهم فاهمين واضحة امورنا مع بعضنا باش نتحدى الترند لكن قبل الترند فما حديث يستدل به يقول يحشر المرء مع من يحب صحيح باه انت تحب خالد خلود تحب ولا ايه اوكي وحب يحشر هو مع ديلو وانا مع ديلو انا نشيخ مع ديلو هو ديلو راه نستلف وراه في الجنه تبداو ثلاثه ايه ديلو هو مع خلينا من السياسه ايه؟ كشخص من الطف ما يمكن في الجنه ثلاثه انت وخالد وديلو انا وخالد وديلو بلا حرام لك الجنه ربما يطردونا اي تسميت ترند ما ادري العمر يلا ثريا ايش عندنا اليوم؟ في ترند عندنا شويه اخبار اليوم ان شاء الله يزازينا الوقت وما تقصش علينا عم حسن اعطيك الوقت ان شاء الله ما تقصش علي عم حسن ما تلبس زملائك شنو هو؟ ما تقصش علي المهم عم حسن تفضل ايه باهي نبداو بالخبر الاول فما فيديو دارت على ريزو سوسيو فيه العروسه طبست باست ساق راجلها فين البلاد؟ البلاد مصر ايوه طبست باست ساق راجلها فرحانه به وقالوا اللي هي معناتها قعدت 4 سنين ولا 5 سنين هكا في علاقه ما في باليش باش تعرس بيه تلمو فرحانه دوب ما كملت كتبت صديق طبست بس تساق راجلها دونك الفيديو عملت ضجه كبيره على ريزو سوسيو 4 سنين خطبه تصورته مش تحكي في فما بعد 10 سنين قعد ايوا ما بسوش ساقي هي بس هي 4 سنين خاطر طويلوا عليها على الاخر بين الخطبه والعرس قد ايه ثري انت مثلا انت ثري قد ايه بوست قداش قعدت عام انا عام حسنين بين الخطبه والعرس بسرعه مخطبش مخطبش عرس طول انا بالضبط صديق ديريك مي هل الركاكة دي وتطويل الأمور وكذا سيدي محمد الله يسمحني مش نقصد فيه أنا الموك خاتبين لا مش ولا جستمو يا أخي لم رجليك في صفيصة ولم ما اختبتش ها ما اختبتش اختبت بطبيعة قديش قعدت بين الخطبة والعرس بين الخطبة والعرس اختبت في اختبت في ديسمبر اي ديسمبر أنا نعرف عليك 88 اي عرست في جويليا يعني 89 ممتاز خالد بقى المواسم ما قعدتش برشا محمد عرست عبر 26 سنة والخطبت قديش ما قعدتش حتى 6 شهور عام ممتاز على المواسم مش ما يهزوش المواسم أيوة. في سفيسة دونك ثوري صحيح دونك لهنا جدل كبير عليك. جدل كبير وما ننساوش كي نرجعوا احنا راهو تو شوية أبوبري عامين التالي نلقاو زادة كيف كيف مرت حسن شاكوش ريم طارق عملت نفس الفازة وما دام حد شيء وبعد ولا وتلاق ولا مشاكل ولا فيكاتو صحيتي يسترعوا فيهم دونك ان شاء الله ما تكونش نفس النهايه وبما ان في العرس أيوة. نحب نقعد في العرس وحب نبارك الاحمد كافون اللي البارح عرس ان شاء الله ربي يهنيه ان شاء الله مبروك هذه الخبر له ان شاء الله ربي يهنيه كافون ونحن نقولوا لك ربي يعطيك العمر والصحه وتتهنى وربي يرزقك المال والبنون ان شاء الله حسني نزلك خبر انه ما خطيبه تبوس ساق رجلها فقدت انه بعد 4 سنين قبل اللي يعرس لا عامل باراشوك ما يلزمني حاجه تتصدم انا الأستاذة يعني ثريا يعني تجيب في حاجات ما نفهم أنا ما نفهمهمش ما تفهمهمش يعني بصراحة أقوى منك أقوى منك معلش ما هو لأنه كل حكاية خرافة سيد محمد نقوله ما هي العبرة من ذلك أيوة نجزت من بعد سلمت على كفاو
بون نسلم عليك ما انا في العرس هو عرس عرس نربط نربط شفت العمق شفت العمق اي معناته الاخرى كشوشي وش اسمه هو احسن عملت نفس الفازه مرت وهي كشوش حسن كشوش ايش بيك سكر محلي محطوط على كريمه هذيك مرته بست له زاد كيف كيف سيق بست له ايوه هبطت سيجده والله هذيك محلي محطوط على كريمه خرق انا سمعتها بصوت نجاه شو اسمها التونسيه لا تونسية لطيفة العرفاوي معايا واحد شو اسمه تونسي انا سمعت لطيفة غنيت نجلة نجلة التونسية ايوا همبوك فريا شو الاخبار فيه انت احنا عندنا مشكلة اون برون جونتيس كومان فيبليس وقت اللي عبد يعمل لك جيست ولا هكي يدلك ولا يعمل لك حاجة مش رخص راهو هذاك عجبتك انت معناتها الفازة ليه مش على الفازة شوف يا ثريا اليوم كي مرات تعمل مع راجلها راجلها ينجم هو يبوس لها ساقيها يعني فما حاجة متبادلة حط روحك في حط روحك بول عروس مثلا اي تقبل ولدك يهبط يبوس ساق بنته في العرس شنو المشكل تقبل هي هو باش ياخذها باش ياخذها انا يبالي خلي يبوس لها ساقيها ثريا اعطيني العناوين تاع ترانزي مازالوا باش نرجعوا لهم في الساعة الثانية نعطيك أكثر وقت عندنا الوردانيين ماشيين فما الحقيقة هذا حديث عملية التحرش اللي صارت وعندنا ايش الشيء وطبعا نقول لكم لشكون البث ايش الشيء لشكون نرجعوا لهم بعد شوية في ترند الأخبار وحوال الكياس فصل صغير وراجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على إيفان أحلى غدو يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية من الدوامة بلوس بحضور السيد رئيس التحرير السابق حسنين السيد حسن بن عثمان الشهرورة ثريا العمري والكاتب واللاعب الدولي السابق خالد علي التويتي بعد شوي خالد نحكيه على التراجي سان داونز ماتش العودة شنو نهزوا من ماتش الليلي معناه شنو يهز التراجي من الماتش هذا وشنو يحسن الماتش الروتور نحكيه زاد على النادي الافريقي وتسريح منذر الكبير بعد المباراة لكن قبل هذايا وعدنا ثريا بتراند باش تكمل لنا باش ندخلوا في رسميات تسويت في تراند الاخبار الثاني في تراند مؤسف وللاسف واللي هو تحديدا في المستير في منطقه الوردانيين وين فما مدير تحرش بتلميذه وقامت الوليه ام التلميذه قدمت قضيه معناتها والحكايه صارت من عام ناول وطويله ابارامون معناتها التفاعلات بالمساجات وبالدنيا ايوه والطفله زاد ما دوبلت اللي خليها زاد ما كملتش نجحت عامتها ومش هذا برك يزيدوا الصغار معناتها اصحابها ولا حبوا يساندوها فقاموا اعتدوا على سياره المدير وكسروها وديكاج ومسانده لزميلتهم اللي خلى زاد كيف كيف شوشره تصير في الليسي وبرشا قالوا هذا شنو تاثير المسلسل على التلامذه معناتها الحكايه اللي صارت في مسلسل فلوجه تحرش وصغار وقفوا مع التلامذه دونك هذه الحكايه اللي صارت ديغنييرمون الحقيقه اسف الله اعلم معناتها ما عنديش الحقيقه اخبار معناتها صحيحه اما مادام قضيه موجوده دونك اما القضيه موجوده يقولوا حتى المدير وقف على ذمه البحث وكل المعطيات اكثر هو اللي صار من بعد معناتها التلامذة كيفاش المسانده نتاعهم اللي برشا ربطوها بالصوره اللي شفناها في مسلسل فلوجه هوني تقول الديجاج هذيك وصلوا حتى اعتدوا على سياره المدير كسروها الى ان تدخل الامن باش فرقهم وكل فما تاثير مثلا نتاع المسلسل على التصرف والله هي ما يلاكت صارت معناتها زاده في المسلسل تفرجنا فيها من حبش نقول انا باش تاثر اسو بوين اما تنجم زيدا تكون عندها تاثير الحقيقه معناتها يقول لك احنا الصغار ما دمنا احنا برشا واحنا الاغلبيه نجموا احنا نغلبوا نجموا احنا ناثروا نجموا احنا نوصلوا صوتنا بطريقه اخرى الحكايه طويله من عم ناولوا طفله ما خذتش حقها وشنو زعما اللي صار وهو مازال موجود ويخدم يمكن يخموا هكاك الصغار واضح حسنين تعليق على الخبر هذا هو هذا الخبر هذا الحاله تعود لعم ناول ما الذي احياها الان الشكاية معناها طويلة خاطر عم حسن ما انت جبتها من راسك واللي لا 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 موجود اليوم كسروا له كهربته فوالا هذه معناها القضايا هذه قضايا معناها خاصة توم التحرش لشكون خطيرة جدا تولي مخطرة برشا برشا للولي الولي اللي عندك عليه ولاية سواء كان يعني ما طبيب انت يعني ما عندك مريضة بين يديك يعني كذا المسؤول معلم يعني انت عندك الولاية والسلطة تصبح مثل هذه التهم والجرائم يعني خطيرة للغاية ولابد من التحري ومزين التحري ونثبتوا كيف شو علي رأوا نحن في الدين الإسلامي الزنا مثلا بكر ما تنجمش تتهم بشر بالزنا
واذا كان تهمته بالزنا ولقيته حتى في حال زنا يلزم اربع شهود. ايوه يعني مستحيلات هذه. وهذا علاش الفقه الاسلامي كان فقها خارقا للعاده في وقته ويتحرى الدقه وما يسيبش في حقوق الناس. هوني لذلك نحن من انا من هنا من دوري من هنا ما نجيبش نتهم حتى طرف. المساله عند الامن. أيوة. لازم الامن يقوم بمتابعه الموضوع وان شاء الله. خذ الجانب الاخر من الحكايه، الجانب الاخر هو تصرف تاع باقي اللي عملوا ديجاج وكسروا كرهبه المدير، والناس ربطت مدى تاثير الاعمال الرمضانيه والمسلسلات نتاعها. نفس اللقطه صارت في فلوجه مع الاستاذ المتحرش، خرجوه بديجاج فالتلامذه قال لك عاودوه. فهوني التوانسه شق كبير منهم في متابعة العملية هذه قال لك ها تأثير المسلسل. أنا مانيش عارف شكون استلهم من شكون. المسلسل استلهم من الواقع أو الواقع استلهم من المسلسل، لأنه الحالة هذه من عملاول والمسلسل تعدى في رمضان. الأحداث تاع ديكاس صاروا الأيامات هذه. إيه استلهموا يعني مش مشكلة خليهم يستلهموا، أما يستلهموا الأشياء السيئة تبغى يستلهموا يعني الأشياء الإيجابية. ثم يا أخي عمل فما عمل درامي في الدنيا يخلو يعني من 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 بشعات وفظاعات وأشياء الناس عايش تفرج راه. يعني الناس راه تحب تفرج على الخوف وعلى الدماء وعلى الفضاء وحل هذا هو اللي شد الناس من اول الدنيا. واضح. خالد تعليق على الموضوع. تعليق على الموضوع محمد هذه حاجه محمد تو الراجل مسيبينه عام ما نعرفش كما كان يحكي حسن كان هي بالحق. راه التفاعل نتاع الاولاد هذوما بوزيتيف على خاطر تقعد المده هذه الكل، وتعرف انت كي تقعد المده وتبرد الحكايه بالسياسه اليوم فما حاجات كي ناخذوهم من المسلسلات حاجات بوزيتيف. علاش اليوم غدوه كي الناس تخرج تندد في اي حاجه اما بطريقه سلميه محمد نخرج وندو ما تعجبناش حاجه نخرج ونتكلموا ما نسكتوش. اليوم الطريقه بوزيتيف ساعه ساعه فما مسلسلات يوريو فينا في الخنار نتاعنا محمد يلزمنا نقبلوا هذيك حقيقتنا وذاك الجو نتاعنا يلزمنا نفيقوا. واضح ممتاز خالد. هيا الاخبار الاخراني في تران ثوري هزنا العالم اخر تحكي لنا عليه توت سويت. الخبر الثاني هم خالد سورتو. أيوة. على خاطره في الكوره في جو الكوره هذاك علاش باه واللي هو المدرب نتاع الترجي الرياضي شافوه يقيس في شاشيه في البلاد العربي. أيوة. دونك زاد كيف كيف فيديو وتصاور وعملوا هكايا معناتها الناس تفاعلت الحقيقه بوزيتيف معناتها شيء فرحانين قالوا كوميديتي قويه معناتها تسويقيا للشاشيه التونسيه بما انه هبط على انستغرام وكردوزو راه مدرب برتغالي خالد ماهوش تونسي يضحكك الخبر هذا خاطر نضحك على خاطر قلت يهمك كل شيء ما يطلعش مد بوك لا بالعكس تسويق محليه للصوره معناتها حاجه مزيانه الحقيقه عجبتني ردود فعل كبيره برشا اي على الاخر معناتها الناس الكل شيخين احنا رانا مون القاوري راهو كي يستعمل اي حاجه نتاعنا احنا سورتو في التقليدي في القفف في الجبه احنا نجم نلبس انا جبه تجي واحده قاوريه تلبس جبه الدنيا تقوم وتقعد عليها ومحليها دونك تسويق للصوره واتيتو شاشه حسيتها اي محليه مع هو اصلا جاتو محليه جات مواتيه خارق العاده. شكرا ليك ثريا هذا ترند. هلو صفحه الرياضه نحكيو شويه كره توت سويت مع خالد علي التويتي. يلا خالد هات نحكيو توا على مباراة الترجي وسان داونز. قلت مدرب سان داونز موكوينا يقول انه ما شفتش فريق سيطر على الترجي وهيمن اون دوميني يقول على الترجي كيما عمل سان داونز 61% نسبة امتلاك الكرة. في المقابل قراءة أخرى تقول لك شنو الفرص الاختيارة اللي عملتهم سان داونز بشوتة ولا اثنين بونت ورجو وشوتة كان مميش حاسم فيها. فمن المباراة هذه شنو لازم الترجي ياخذ شنو اللي يهزوا معاه الجنوب أفريقيا المباراة الإياب وشنو النقاط اللي لازم يحسنهم الترجي في مباراة العودة. الترجي التكتيك اللي يلعب به محمد ديفونس بلوك ديفونسيف امباكت حلوة برشا نجح فيه حاجة الوحيدة اللي يلزمك يمشي غاديك ما يزمكش خاطر كي باش تلعب البلوك طايح ما يزمكش تقعد تقبل في اللعب 90 دقيقة يزمك تعرف عندك آليات باش تنجم تعمل الكونتر. خاطر شوف محمد فما ماتشوات علاش ديما نقول لك المدرب اللي يربحهم القراءة للماتش اللي هنا في تونس اللي صارت 100% تعديت نجح اليوم في الروتور كي ماشي تلعب محمد غاديك هذوما جمعيه شفناهم محمد عندهم كاليتي تكنيك كبيره برشا فما حاجه محمد ما تنساش عندهم زوج جوارات ما لعبوش موكينيا هذاك البيفو اللي نحكي لك عليه شفته في ليكيب ناسيونال هذاك البيس ميتريس نتاع الطرح كامل الناس الكل تركز عليه محمد في الاتاك عندهم لاتاكون زاد ما لعبش باه اليوم ليسبيرونس 2023 الويدات عملت 0-0 في المغرب في المغرب مشات عملت معها 2-2 اليوم محمد كي ماشي رابح انا زيرو تشوف الارقام تقبل سان داونز في جنوب افريقيا تقبل ولا تقبل اما ليه فما محمد حاجه اليوم هي سان داونز ماشيه في مخها باش تمشي تلعب لاتاك 100% تنجم كان تعرف تتعامل مع الكوره تنجم تضربها بونت خاطر اليوم كان باش تمشي تلعب
ديفونسيف 100% راك باش تنجم تقبل اللعب بيلانتي تنجم برشا حاجات بالضبط. اليوم كان باش تمشي تعرف البلوك نتاعك وكيفاش تعمل ترانزميسيون تطلع للاتاك. محمد ميسالش نربط مع الخارج. شفت الريال كيفاش لعبت بلوك طايح ضد السيتي بلوك طايح ماركا وبونتو حتى بلوك طايح راني يمشيوا للاتاك محمد نمشي نعمل الكونتر اليوم عندك جوارات القدام تعمل الكونتر اليوم البونتو مميش اللي منعه نتاع الاسبيرونس عنده قيمه كبيره محمد كي الاسبيرونس ماركي بونتو غاديكا حتى سان داونز ماركي الجزوز ما تعديش بونتو نتاع خاطر مازلنا في الافريقي البونتو في الدوبل دونك اليوم بلوك طايح كيما نعرف انا ولا بروفوني محمد بيترو انغو بيترو اتليتيكو مع 0-0 غادي صحيح. فما النقطة خالد خليني نسألك عليها هما زوز نقاط آخر الماتش شنو مركب للناس اللي تبعوا شوي الفريق سان داونز كيف في الماتش العقلية الإيجابية كيف يسلموا على بعضهم يهنيوا في بعضهم الجوارات يعني باش يحافظوا على المورال يمكن طالع كاني أوكي خسرنا مشاوت لكن ما خسرناش الماتش الكل. ونقطة أخرى زادة إيجابية برشا ناس حكيوا عليها هو دور معز بن شريفية وقت اللي داخلين الجوارات متيونيل بعد الماتش كيفاش يقول أنا ما عملنا حتى شيء مازال ما عملنا حتى شيء هذه مرحلة واللي جاي هو الأهم. ايه محمد بن شريفية شيفروني محمد بن شريفية نقول لك حاجه محمد فما حاجه باش نقولها لك تو ما قلناهاش وما حكاوش عليها بن شريفية منع الاسبيرونس من خساره كونتر ميسي كانوا باش يدخلوا واحد ايترونجي اخر في الطرح يا اخي بن شريفية هو اللي فاق ورجع على الريزيرف تكنيك على الريزيرف تكنيك دونك اليوم كي يبدا عندك جارديان ولا حاجه ذكيه كيك اليوم المورال عنده قيمه خاطر الكوره محمد راه مورال اكثر حاجه مورال الكوره وقت اللي تبدا في مخك مرتاح ومورال مو حاضر تنجم تعمل تمشي لبعيد بن شريفيه الحاجه اللي حلوه ريتو كيفاش انت نتصور مميش ساعريت بن شريفيه بدا يحكي معاه قبل الماتش يسمعوا خاطر علاش بالاكسبيريونس يحذروا وذيك القوه نتاع الجمعيه الجروب جروب يبدا جروب وسوليداريتي فما موجوده جمعيه تمشي لبعيد جماعه الافريق دو سيد محمد ريتهم معناها اكلي كيبوسوا في بعضهم يهزوا في المورال معناها راكم ما كومش باش تربحونا غادي تنجم معناها عديو في الميساج يا جماعه اسبيرونس صحيح. والماتش محمد تشوف ديما في الكوره ما فماش ماتش محكم تحكم عليه دافونس الفيزيولومي نتاع الماتش ما يعرفها تلعب حتى بالضبط تلعب عليه ما تعرفها حتى شيء بقينا الحاجه اللي تخوف كي تشوف سان داونز محمد كاليتي تكنيك كبيره برشا كبيره صحيح. محمد كاليتي تكنيك اقوى فريق في افريقيا اقوى فريق في افريقيا عامل كلين شيت محمد والبونتو راهو كلي هذا شفت محمد كي بداو خارجين بالكوره ريت انت لي زاريير نتاعهم يبداو ياخذوا الكره الجارديان ريتو قداش يلعب كره في ثقيل الجارديان ناس تلعب في الكره رزان وما عندهم شكل همجي حاجه اللي تخوف محمد ما همش متهورين ريتهم كيفاش اخر وقت راكزين وناس تلعب وعندهم بروجي دو جو قاعدين يطبقوا فيه. تعليقك على البونتو تاع ينساس تصرف صحيح مع الكره ينساس ولا حبت الكره انه يتمرك حبت الكوره نتاع اللي ماركا اما الباس القويه نتاع اللي عطاها رودريجو وعلاش انا كي حكيت لك محمد قلت لك راهو ساعه فما اللي بتي ديتاي هما اللي يعملوا جرون بيرفورمانس اليوم انا وقت اللي نحكي لك على مافيلا لاكسيال ارزين محمد على خاطر ريتك انت تاخذ في الظهر سهل تاخذ في الظهر على خاطر نحن كي نلعبوا لا لينيومون يلزم فما كورديناسيون بالليزاريير وقت اللي كان خرج ميترو يدخل الاخر في اللورجو دونك علاش قلت لك انا برونابل يعرفوا كان كنت في مكان ينساس تتصرف اوترومون خالد ولا تفركس على التكنيك هو حب يقرص هو حب يعملها بتكنيك ويقرصها هي بتاع شوف محمد انت راهو انت وسبونتانيتي نتاع لي جوار ما تنجمش محمد وقتها في الوقت هذاك انت والمخك اش يقول لك فك الوقت هذاك هي لا محمد لا مش تشتروا تكنيك هي القوه وين اقوى حاجه عند لي جوار الجوار القوي هو البريز دو فورماسيون وقتاش ياخذ لك الفورماسيون وقتاش يضرب لك وكيفاش يضرب وفين تركينا ساعه بك سبونتانيتي يخرج لك جوار يعمل لك حاجه ما يقبلهاش العقل واضح اخر نقطه نكملوا بها ملف سان داونز والترجي حسب اخر الاخبار يقولون السيد حمدي المدة باش يكون موجود مع الوفد اللي ماشي لجنوب افريقيا في رحله خاصه مهم حضور السيد حمدي المدة مع الفريق مهم برشا محمد حضور رئيس الجمعيه مهم سيرتو كيما سي حمدي المدة انا برشا مرات كي نتكلم تحس وراك رئيس جمعيه ارزين محمد جري جمعيه ارزين ما تراش يتكلم لا في الراديو ولا في التلفزه ارزين حتى في الماتشوات فما دي مومون وقتاش تلقى انت ساعه تلقى بو محمد تلقى بوك كان في لي مومون ديفيسيل صحيح وقت اللي تلقاه كان في لي مومون ديفيسيل اما كي تلقى بوك نهار كل قدامك فما برشا حاجات حتى ما يقدر يطيح صحيح واضح شكرا لك خالد يلا باش نحلوا بسرعه صفحه النادي الافريقي بطلب منك خالد قلنا خلينا نحكيوا عن النادي الافريقي الوضعيه اليوم مره اخرى بصعوبه النادي الافريقي يتاهل للدور ال 16 من كاس تونس في مواجهته ضد بنغردين كيف شفت كلوب افريكان البارح كي تفرجت في الماتش مقنع النادي الافريقي خالد لا مازال ما يقنعش محمد مازال ما يقنعش مازال ما يقنعش محمد النادي الافريقي تمشي محمد انا خلطت صغير على النادي الافريقي تاغمي ذبياري وكمال الشبلي وموسى
والله يا محمد في الميجارا يبداو يعملوا في طرح حرامية يقولوا قداش باش نربحوا مش باش نربحوا. والله قداش باش نربحوا جماعه باش نربحوا قداش باش نربحوا موسى وبياري وعياري وغميض وكيب تاع الكلوب افريكان ناس اليوم الكلوب نقوس الخطر ضرب محمد. اسمع شوف يا محمد اقوى اقوى حاجه خايبه في النادي الافريقي أيوة. بدات تتنحى الهويه نتاع النادي الافريقي. راهو كانت العباد تجي تلعب في كونتر النادي الافريقي يقراوا الف حساب تو ولات جمعيات من درامنين أيوة. يحبوا يجيو يربحوا الكلوب اليوم مش نقزوا بنقردان راهو بالعكس في بنقردان ليه ما نحكيش على بنقردان ولا محمد كانوا قبل يجيبوا يتصوروا يتصوروا معنا محمد يلعب معنا في المنزل ونربحوهم ويتصوروا معنا وفرحانين. اليوم تسمع منذر الكبير يقول لك ضربه جزاء اخرى ان يقسى اغلاط تحكيميه و و و و شوف محمد تقول لي اغلاط تحكيميه الاغلاط التحكيميه موجوده ضربات الزازية ولا حاجة ولا شني. أنا نحب الكلوب أفريكان مرة أخرى كي تكلم تاع تراجي مش هتكرم على الكورة كي نتكلم نحب جمعية فما جمعيات كي يربح يقنع خاطر الاسبيرانس الكلوب لتوال يزم عندك أنت أن بروجي دو جو وأنت تكرازي الجمعيات وأنت اللي تربح مادامك القويين اللي عندكم أكثر فلوس جمعيات بسكم انتوما اللي تفرضوا كل شيء. واضح شكرا لك خالد. نعود الى صفحه السياسه حسنين ثوري باش نرجعوا نحكيوا تو سويت على اللقاء رئيس الجمهوريه الاجتماع التشاوري الاول بين قاده البلدان الشقيقه ثلاث تونس والجزائر وليبيا. استقبل رئيس الجمهورية اليوم كل من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واستقبل أيضا فخامة رئيس محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا. لقاء ثلاثي مهم على المستوى الإقليمي وخاصة في الظرفية الأخيرة. صور موجودة على صفحة رئاسة الجمهورية فما صورة يعني معبرة جدا واللي تم تداولها كثيرا هي ثلاثة رؤساء كيفاش الدين يدين بعضهم والابتسامة تظهر على الوجوه ثلاث. في المقابل فما تصريح مهم زاد قالوا الرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبون. نسمع شنو قال ثم ناخذ رايك حسنين. الله يحمي تونس ربي يحمينا جماعه الجزائر ويحمي تونس ويرفع كلمه الحق وسننتصر ان شاء الله. قلوبنا دائما مع الشعب التونسي مع اخي قيس. نعم تونس شوف تونس تتاثر بكل شيء وما تسقطش لذا تونس تسقط ان شاء الله. تونس دائما واقفه واضح الكلام تاع الرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبون. قلوبنا دائما مع الشعب التونسي قلبي مع اخي القيس سعيد. تونس تتاثر بكل شيء لكن ما تقعش وتونس ديما واقفه. ثري محليه الكلام الحقيقه وهذه حاجه مش غريبه عندها جيران احنا في الاخر وان شاء الله يا رب ديما تونس واقفه ومعها زاد الجزائر وكيف كيف ليبيا. واضح حسنين اهميه اللقاء هذه الساعه واهميه الصور اللي قاعدين نشوفوا فيها دبلوماسيا جيوستراتيجيا وغيره من النقاط في ابعادها الكل. والله يا سي محمد انا سيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر انا تبع فيها يعني ما كل ما لا شفت برشا وكلمت مره على لقاء مع قناه الجزيره صحيح جابوه بن قلنا يعني تبع في السيد هذا وانا يعجبني. لماذا يعجبني؟ رجل يعني رصين حكيم ماهوش منفعل وماهوش اهوش يعني يتكلم بحكمه ورويه واتزان ويفهم مصلحه الجزائر بطريقه خارقه للعاده 100% ويفهم مصلحه الجزائر مع جيرانها مع اشقائها وربنا بنا به في الوقت هذا لانه كان جينا نعيشوا مع واحد يعني مهمش ولا متهور يعني ثائر مثلا ثائر يعني من الثيران من الثيران كما ما نعرف ساعات تونس تصاب بالمصاب هذا يعني راهو قلقنا برشا والحقيقه وتعب تونس لانه تونس مرت بها ظروف هشة كبيرة ومازالت يعني وتونس في حالة نقاها وأي واحد ونحن تو ليبيا نتمنوا لهم نحن كان إن شاء الله الاستقرار الاستقرار وتتوضح أمورهم توضح أمورهم بما بما يحقق الإرادة الليبية الداخلية أمورهم يا أخي الليبيين أذكياء راهو ما فات الليبيين وتو يلقوا كي يحبوا يلقوا الحل يتو يلقوا الحل يلقوا الحل صحيح فقدت هو التدخلات الأجنبية اللي تغلغلت في ليبيا ودمرتها ربي إن شاء الله تفرج آمين يا رب العالمين يعني من تالي من قد يوم في الشرق وفي الغرب وكذا وقسمة ليبيا إذا ثلاث دول أو زوج دول كبيرة من الشرقي والغربي ومرحبا بالسيد الرئيس محمد يونس المنسي المنفي المنفي أي. المنفي وربي إن شاء الله يبعدنا من النسيان والمنفى والمنفى يرحم والديك. الوحدة المغاربية ولا مشروع المغرب الكبير ما تروح مرة أخرى الوحدة المغاربية شوف
الافكار في ذاتها حلوه ولكن كي الافكار يعني ما تطبقش، يعني تمشي معاك الفكره 50 عام وانت تعاني فيها وما تطبقش، اذا الغلطه في الفكره. ايوه الفكره غلطه، فكره غلطه يعني نحن مقاربتنا للمغرب العربي هذه غلطه يا اخي. شيء المغرب العربي هذه تو معنا دول وكل دوله عندها سيادتها وماهيش متنازل عليها الى ابد الابدين. لا تونس تنزل لك اي الدول هذه ما عندها اجهزه، ونحن عندنا مشكله يعني الجزائر تقول بالشعوب وتنتصر للشعوب. صحيح. يا اخويا كشعوب مغاربيه حلونا الحدود وكذا مع بعضنا، ومش بالضروره نعملوها المغرب العربي هذا، مش لازم. او توا الان يتجمد بتجمد الطيب البكوش، الله يفرج علينا وعلى الناس الكل، فهمتني؟ اذا يعني في فساد في الفكر بطبيعته. واضح. الطريق هذا ما وصلش بدل طريق اخر. شوفوا ثنية اخرى. واضح. ومش مشكلة تسمية. العرب هذول شادين الوحدة الوحدة الوحدة. الوحدة. عريان مع عريان يتقابلوا كان في الحمام، عليكم اللعنة يا بهائم الله. واضح. غدوة تو نرجعوا له باكثر ديتاي الموضوع هذايا. ثريا العمري شكرا ليك. عيسك محمد. حسنين شكرا ليك. سيد خالد علي تويتي شكرا ليك. لحظة تحويل كياس من بعد شوية تكون ضيفتنا لليوم هي صحفية لك اليوم جينا للحديث عن كتابها خرافة رفقة الشيبي. بعد لحظات باش تكون موجودة معنا. أحوال كي يستود سويت مع أيب الغايب وراجعين.